كيبقى داير انا تبع معايا باش يعمل. شوف هذاك البراوش تخرج تسخر لي واش من نيتك اصاحبي كنبان لك بلا شغل. ديك الساعة هو دايما كيعاود يهددني بالتصاور. شوف شوف عطينا شي دورة بديك البيكادة وبقى كل مرة كيعاود يستغل لي بسببهم. هكاك وبديت كنفكر بلي ما نقدرش نتحمل ويطيح عليا واحد الفكرة. شوف شوف خصك تكلم الوالد ماشي الوالد خير. لا لا راه عارف بينا شوية جا مشيت مسحت ليه التصاور وصافي تهنيت. شوف شوف جيب معاك هذاك صحاب ليك باقي تخا تسخرني. صافي مسحت ليك دوك التصاور من التليفون تسخر ساهله دابا تهلا. واش كي صحابي كان التصاور كانوا عندي في هاد التليفون راه عندي تا في بي سي شريف راه متمسحو ما والو راه باقي عندي. صحابي قضية سهلة شريف كيفاش. صافي ديك الساعة بديت كنفكر في شي خطة حتى لقيت عندو هاد الورقة وفكرت بلي هذاك هو اللي يقدر يكون الباسورد ديالو. يعني ما بقى عندي حتى شي حاجز باش نمسح ليه التصاور بالبي سي ديالو. محمد محمد صافي بديت في الخطه. داكشي علاش خصني الباسورد. محمد ومحمد محمد ومحمد الا ما كانش هذا هو الباسورد شنو يكون كيعني؟ ميمكنش ميمكنش اجي ما يكونش شي شفره.
غيكون شي شفره. هادشي كيعني الا حليت شفره لقيت باسورد. ولكن كيفاش غادي نحل الشفره؟ كيفاش 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 كيفاش؟ يعني ديك والو اللي الفوق غير تمويه. يعني دابا خصني نعاود ندير دوك المراحل نفسهم اللي درتهم المره اللي فاتت. غادي نلهيه شويه وغادي نفتح بيسيو مسح التصاور. صافي غادي نتهنا. محمد وا محمد صافي فشلتي. كنت باغي تلقى الباسورد ديالي باش تمسح لي التصاور. راساني كنت مراقبه وكنت كنخليك تشد لي البيسي ديالي. انا المره الاولى ملي درتي لي داك الصوت انا كنت عارف الوالد ما كاينش في الدار ديك الساعه، وكنت خارج وشفت الصوت في هذاك الباب تما، وديك الساعه عرفت بلي انت كتخبط. ديك الساعه خليت لك واحد الوقت حتى تحس بمي ما فشلات، وجيت عادي درت راسي ما واقع والو، وعرفتك غادي تعاود تقلب، وعرفت انا بلي غادي تلقى ديك الشفره اللي كتبان تما عليها. ما بدلتش الباسورد، خليت هو هذاك، خليت حتى المهمه الثانيه وجيت غفلت وضربتك. دابا واخا مسحتي لي التصاور بالبيسي، راه انا ملي مسحتيهم من المره الاولى بالتليفون عاود درتهم في التليفون بالبيسي. دابا راه باقي عندي في التليفون ودابا غادي نطلع نشرهم. صافي مشى. انا ما كانش كيصحاب لي غادي نطيح في هاد الحاله هادي، ولكن راه كنت موجد ليها.
مشكلة هادي طاح لي الموس. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نتعطل غادي نشردو التصاور، غادي نتعطلو غادي نشردو التصاور ناري. مشكلة غادي نضطر نفكو بيدي. واش نسرتي التصاور؟ نسرتو كذاب. انا نشوف هاك شوف صحابي صافي تمسحو من فيه وخا تمسحو من سطاتي. راه دابا صحابي كاملين عارفين، صحابي كاملين عندو التصاور وخا تمسحو غادي يبقاو. الليلة كانوا باقي ما تصيفطو كيفاش؟ هاك الحاجة اللي ما بغيتش تفهم لي هي كيفاش تقطعت عليه الكونيكسيون. انا ما قطعتها ما والو. الحاجة الوحيدة اللي درت هي انني ملي كنت كنخطط للخطة الاخرى تهرق لي الماء. ما عرفتش شنو العلاقة ديالو بهادشي. ما مساليش نجفف هادشي دابا حتى سالي المهمة ديالي. ولكن الحاجة اللي ما كنتش عارفها هي الويفي كان قريب يتقطع، ولكن ماشي هي المشكلة. قالوا يديك ساعة كان يمشي يخلصوا التليفون. تا انا نسيت هاد الكود هادو. انا كنت سجلته في واحد الورقة غنمشي نجيبو. والوليد نسى الكود صافي. ديك ساعة ملي مشى يجيب ديك الورقة وهو راجع في الطريق ناري دخلت الكود غلط مشات لي المرة الأخرى. دابا خصني نتسنى ساعة. وديك ساعة سدو الكونت لشي ساعة ولا شي حاجة. المهم كافية أنها تخلي التصاور ما يتصيفطوش. داكشي علاش ملي جيت أنا لقيت التصاور باقي ما تصيفطو. واه على صار عندي عرفت علاش قطعت لي كونيكسيون. غيكون اخويا الكبير هو اللي حيدها. يعني عاوتاني خصني نعاود نقلب على الباسورد باش نفتح ليه البيسي ديالو ونرجع الكونيكسيون. ما عرفتش علاش حيد لي الكونيكسيون هادي. ما عرفتش علاش خصني عاوتاني نقلب على الباسورد.